السلام عليكم ورحمة الله، وش حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا متهنيين. مرحبا بكم كامل. جبت لكم اليوم مشروع بدون آلة خياطة، مشروع تخدمي غير باليد، مشروع بزاف شباب وراهو داير حالة في الأسواق، راهم يتباعوا بزاف هاد لي فاز في الأسواق بسومة مرتفعة. هنا وش عندي أنا لهنا البنات، راح نستغل هاد السكرية تاعي، تكسرت لي الغطي وحبيت نستغلها ونديرها فازة. عندي البوليستير وعندي الخيط نتاع الخيشة وعندي هاد البوكي تاع الورد. انا هذا البوكي شريته ب 10000، راهم يتباعوا في الاسواق. الورد راهو يتباع في الاسواق، كاين فيه اشكال والوان. عندي لهنا ثلاثه تاع العقاش راح نديرهم كتزيين. الطريقه تاع هذا نتاع الاستخدام تاع هذا الفاز البنات سهله، ماهيش حاجه صعيبه. خليكم انتم تكملوا لا فيديو ومن بعد البنات نرجعوا وراح نقول لكم شحال يديروا هذا يعني شحال راح تتقام لك هذا الفازه وشحال راح تبيعيها، شحال السعر تاع البيع نتاعهم، سورتو الناس اللي تحب تخدم هذه الاشياء كمشروع. ابقوا معنا البنات وفي الاخير يا من له ستر علي جميل، هل لي اليك اذا اعتذرت قبول؟ ايدتني ورحمتني وسترتني كرما فانت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا وعلي سترك دائما مسبول. فلك المحامد والممادح في الثناء يا من هو المقصود والمسؤول، يا من هو المقصود والمسؤول. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أيدتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا وعلي سترك دائما مسبول. فلك المحامد والممادح في الثناء يا من هو المقصود والمسؤول، يا من هو المقصود والمسؤول. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أيدتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا وعلي سترك دائما مسبول. فلك المحامد والممادح في الثناء يا من هو المقصود والمسؤول، يا من هو المقصود والمسؤول. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أيدتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا وعلي سترك دائما مسبول. فلك المحامد والممادح في الثناء يا من هو المقصود والمسؤول، يا من هو المقصود والمسؤول.
يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أيدتني ورحمتني وسترتني كرما، فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك. هذا هو لي فاز تاعنا بعد ما كملناه. الطريقه سهله البنات، اي وحده تقدر تخدمهم. هاد لي فاز راهم دايرين حاله في الاسواق، يتباعوا حتى ل 55 الف. راح نقول لكم على الاسعار تاع هاد لي فاز. هنا كما راكم تشوفوا هذه خدمتها، كما تشوفوا الورد راهو في اللون الغوز، خرج شباب بزاف. وخدمته في هاد الكاس، هاد الكيسان راهم يتباعوا في الاسواق، يتباعوا عند الحوانت اللي يبيعوا الماعن. اختاروا السامبل ما يكونش فيهم الاشكال كما قلت لكم، يكونوا سامبل هكذا باه يجيكم يعني كي تشبحوه وتحطوا هذاك الورد يجيكم بزاف شباب. يحطوهم هكذا، يحطوهم في الكوزينه كما راكم تشوفوا. يعني كاين قنوات بزاف اللي راهم يحطوا هذا الورد يعني امام الشاشه تاعهم، ثاني يعطي لها منظر بزاف هايل. هنا ثاني هذا الكاس البنات كما قلت لكم، هذا الكيسان شريتهم ب 10000 للكاس. هذا الورد ثاني كان شريته البنات شويه، هذا الورد ما عجبنيش بزاف، يعني جا الورد نتاعو كبير بزاف. كما هذا الكيسان ديروا لهم الورد اللي يكون صغير باه يجي شباب. لهنا كما راكم تشوفوا هذا الطاس راهو بلاستيك، هذا مرهم ثاني راهم يتباعوا في الاسواق، انا شريته ب 5000. نرجعوا لصحاب المشاريع، لهنا الكيسان يديروا 10000، الورد يدير 10000، يعني الفاز الواحد راح يجيك ب 20000. حق هذاك الخيط يعني تقريبا 1000 فراك البنات، ماشي بزاف. يعني حس قام لك الفاز كيما هكذا ب 21 22 فرحة تبيعيه ب 55000. طريقه سهله البنات ونتيجه بزاف روعه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. الى عجبتكم الخدمه ما تنسوناش باللايك وبارطاجوا الفيديو البنات. نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في الفيديوهات الجايه. دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.